عادوا شي فوتو ديالي ولا اللي كيداو شي فيديو ديالي يمسحوا، راه كامله اصلا كنغلطوا. وانا استغليت من طرف بزاف ديال الناس والنظره ديال الناس هي اللي خلاتني نبان خايبه، ويعني حتى شي واحد ما معصوم من الخطا، كامله كنخطئوا. انا عملت غلط دابا اصلا ما بغيتش الشهوه، ومن الاول ما كانش خاصني الشهوه، حيت انا ما كنتش باغا نوصل لهاد المرحله هذه. كان خاصني تبقى الصوره ديالي مزيانه، وما كانش خاصني تداولوا هاد التصاور كاملين. دابا اللي عنده شي فوتو يمسحو. المهم السلام عليكم، انا يبس اميمه اللي حاليا متولة ليها في موقع التواصل مولات الحجاب. المهم انا نعاود القصه ديالي من الاول، شحال من واحد ما فهماشي، وشحال من واحد خدا الامور بشكل يعني على حساب عقله، وخدا عليه واحد النظره خايبه وما عرفش شنو كاين من الاول. المهم نعاود لكم القصه. انا واحد البنت اللي عاش واحد الظروف خايبه من الصغر ديالها، واحد البنت اللي عاشت واحد الظروف يعني الضاق، العنف الاسري من الصغر ديالها. هي كتشوف الوالده ديالها كتاكل الضاق، وحتى هي كتاكل الضاق، وكتقدر تبات في الساقه وما تباتش مع الوالد ديالها هي باش ما تشوفش ديك العنف الاسري. وخوت كياكلوا الضاق صغاري منها، كياكلوا الضاق في عندي ثلاثه خوتي، وحده صغيره مني بجوجه، وحده في عمرها دابا 4 سنين. وبحكم الوالد ديالي عنفي خرجني من القرايه، اضطريت اني نخرج من الدار. المره الاولى مشيت عند عمتي، وعمتي ما يعني ما تكفلتش بيا، بحالي خافت، وخافت من الوالد ديالي، حيت الوالد ديالي واحد الانسان اللي خايب بزاف، يقدر يعمل اي حاجه، يعني يقدر يقتلك وهو ما عارفش شنو يعمل، كيتعطى المخدرات. اضطريت اني نرجع عند الدار مره اخرى، وبدا العنف من جديد. يعني كنت عملت ديجا عملنا شكايه في عند المخزن بلي ما يعاودش يعنفني، ولكن بدا داكشي من جديد وبدا كيعنفني عاوتاني. العنف اني يقدر يضربك باي حاجه، لدرجه يضربك ببوطه، يضربك. عندي اختي صغيره ضربها ببوطه، حاليا ما كتسمعش، عمالها هي ضربها ببوطه لهنايا ما كتسمعش. ويعني يقدر يدفعك مشي الستاره من اي بلاصه، ما يعرفش شنو يعمل، كيكون يعني متعطي المخدرات. وخرجني من المدرسه جلست في الدار، بديت دليل البادية، حيت حنا ساكنين في المدينة، كنا كنقراو في المدينة، في البادية ما كايناش المدرسة، يعني اضطرينا نرجعو للبادية. هادشي دابا 5 سنين، يعني 5 سنين باش وقع هادشي. رجعنا للبادية، بدا كيعطيني، يعني أنا ما عنديش خويا كبير، عندي أنايا كبيرة، يعني أنا بس كنعمل الشغل ديال الرجال. يعني في البادية خاصك تعمل شغل دارو، إذا ما كانش عندك خاك وما كانش عندك باك، يعني تينا اللي بدا هو كيخرج كيمشي كيتلاقى، المهم كيتلاقى داكشي ديالو كيسهر، وانا ماما كنبقاو في الدار، يعني بحكم انا اللي كنعمل داك الشغل ديال الرجال كاملين، وكتعمل الشغل وكترجع من الدار كتعنف من الفوق. المهم الام ديالي بدينا كنخرجوا لهم الدار، كنمشيو عند جدي، بحكم عندي خوالي شويه قاصحين ما كنبقاوش معاهم، كنرجعوا بحالنا، كنرجعوا بحالنا، عاوتاني كنتعنفوا من جديد. في 2000 المهم في 2000 والام ديالي حتى هي كتعنف بزاف. الام ديالي كانت حينه معايا لدرجه بزاف، يعني تقدر تاكل الدق، تقدر تخبعني، ولكن ما في يدها شي ما تعمل. كيفاش كتحس انت كتفكر بهذه الايام؟ صراحه كنحس بواحد كنقول الحمد لله ما بقيتش في ديك الدق، حيت كنت كناكل الدق لدرجه ما كنحس بالاكتئاب، نقدر نعمل اي حاجه في راسي. حاولت ننتحر تما، حاولت بزاف د الحوايج وما كانوش كيصدقوا لي. هذه الدقه دبا ضربني بالحديده ديال البوطه، ديك الحديد اللي كيشدوا بهم البوطه ضربني بها، الا جاتني هنايا ولرجعت عندي راسي عاوتاني عامر بالضرابي، راسي عندي لواحد الدرجه، يعني دابا نقدر نوريكم، يعني تقدر تبقاش اليوم تقدر تجبر، كاين ضرابي بزاف، يعني راسي مفتوح مره، يعني ضرابي كانوا كيجيو لي في راسي لدرجه دابا يعني كتوقع لي شي حاجه، يعني ما كنقدرش كنقدر نطيح، كنقدر يوقعوا لي بزاف د الحوايج. كنت في علاقه مع واحد السيد، ومهم من هنا ما كاينش شي واحد اللي يوقف معاك يقول لك تينا باقا صغيره ما تعملش وما تدخلش في شي علاقه، يعني ما كاينش شكون مامك غير مع المشاكل الدار، باك هي برا، وما كاينش شي واحد اللي ينصحك. عملت علاقه مع واحد السيد، بدا مهم من شهرين 3 شهور وصلت 4 شهور، بدا عليا واذا كنتي كتبغيني سارد لي. المهم انا الصراحه كنت متعلقه به وبحال اللي كلا لي عقلي، صرت له ديك التصاور، دازت واحد المده ديال شهر
ناض واحد المشكل بيني انا وبنت بنت حبيبه، ناض واحد المشكل بيننا هيدا يعني في مواقع التواصل ديك كومونتيرات وديك التخربيق، ناض بيناتنا مشكل. قال لا جا هو قال لي شحال عندك مع بنت خالتي هيدا، قلت له ماشي شغلك وانا بيني وبينها. عند هو مشى عندها قال لا عندك مشكل مع هاد العائله، قلت له اه، قال لا عندي التصاور ديالها وسرد لها ديك الفيديوز وديك التصاور، وما كاينين تصاور اخرين مي ما ممسوحين ما كاينينش يعني ما تنشروش اللي تبارطاجاو هما هادو. هي ديك الساعه نشرتو في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مشكل في الكومونتيرات خلاها تنتقم مني بهذه الدرجه، حطاتهم في باج ديال فيسبوك، بقى بنادم كيبارطاجيهم، بنادم اللي كيعرفني يعني حاليا بنادم ديال طنجه كيعرفني من ديك الوقيته، ديك الوقيته ديال ديك المشكل، بقى بنادم كيقول لا مساح ما تبارطاجيوش حول المغرب ولا شي حاجه، يعني ما وصلوش حتى لعائلتي ولا المدينه ديالي، يعني غير بيناتهم هنايا لي زامي في طنجه، يعني تبارطاجي داك الشيء بيناتهم صافي، يعني تمسح داك الشيء ديك المشكل تديك الموضوع. ولكن بقى بنادم يعني فاش اللي عنده معايا شي مشكل فاش كتجبد معاه شي 16 ني كاينو داعم كاينو دي بارطاجي ديك التصاور، ولكن كدوزي واحد المده كيمسحهم. ما وصلش هذا الشيء لبا، اضطر وصل ماما عاوتاني شنو كاين، ولكن با ما وصلت حتى شي حاجه صافي. ديك الساعات تسد الموضوع، بقات هي كتجي تطلب مني السماحه، وطبعا طلب مني السماحه ولكن ما زدتش تواصلت معاهم ديك المره. المهم في 2000 دابا عامين نوض واحد المشكل في الدار، اللي هو الاب ديالي دخل ماشي في الوعي ديالو، بقينا هيدا كنتغنوا لدرجه قال لي خرج عليا انا. المهم ماشي اول مره غيقولها لي، مس ديك المره هذيك بحال لي صافي ما بقيتش صابره. خرجت من الدار ديالنا، بقيت تما، ضيفتني واحده امراه جلست معها في الصباح، هي اللي شدت لي الكار. هي ديك المراه كذبت عليا، قالت لي منين تينا، قلت لها انا طنجاويه باش تشد لي الكار لطنجه. يعني فاش جيت لهنايا ما كانش عندي فين نمشي، دوزت واحد صراحه واحد نقولوا 8 شهور ولا 9 شهور يعني في الزنقه، يعني من هنايا كتنعس في الزنقه في الرياضات، يعني دوزت واحد يعني ديال الزنقه ديال بصح. واخا اوكي تمشوا في الزنقه كنقولوا استغلال، كنقولوا دعارة، ما تقوليش انك هذا هو الشخص الوحيد اللي مشيتي معاه هذا لا لا تمشوا في الزنقه. لا ما كنتش كنمشي نكذب عليك، عمري مش درجه دوني هادي دوني، يعني شي دراري كانوا تلاقوني قالوا لي عندي وكعند واحد المراه، وديك المراه يعني عندها دار دعارة. دخلت شويه كنشوف، يعني اول مره نشوف انا ديك المنظر، كنشوف بنات داخلين دراري داخلين خارجين. نهار التاء شمن حي مغو واحدة مرجان، و يعني كنشوف بنادم داخل دراري داخلين قصيرات ماشي قصيرات صراحه، انا واقيلا الوحيده اللي كنت تما صغيره. كاينين ثلاثه د البنات ساكنين معاها في الدار كبارين، يعني ثلاثه د البنات اللي اصلا كاينين ثلاثه وانا هي اربعه، ولكن كاينين ديور اخرين حداها. يعني صافي يعني نهار الثالثه جلست معها قالت لي نخدم على راسك. ديك الساعه فاش تنط ويعني دخلت لي واحد جوج درجال، ديك الساعه انا اضطريت عيط لصاحبتي، ديك الساعه هي اللي هربتني من تما. ما قاسوكش درجال؟ لا ما قاسونيش صراحه، ما نكذبش ما قاسونيش. يعني الوقت كامل ما تعرضتيش للاستغلال جنسي؟ تعرضت واحد المره ولكن ما عقلتش على كنتي مدروقيه. ماشي مدروقيه اصلا، ما كنعملش داكشي، يعني ما عقلتش، يعني ما عقلتش على بنادم بلا ما يلقاك في الزنقه يقول لك انا عمل فيك خير غيدخلك، ما صافي مشى ديك الوقيته. يعني بنادم ما تعقلش، مدينه كبيره ما تعقلش شكون حتى النيميرو ديالك ما عندوش، يعني هو مدخلك بخاطر يعني كتقول اللهم الدار ولا الزنقه. وفي ديك الوقيته انا كنخاصم، من ديك الوقيته ما كنتش عارفه شنو نعمل، ما عارفاش يعني كنقول المهم ما خاصنيش يبقى في الزنقه. يعني انا ديك كنت كنعس في الزنقه في الرياضات برشيفه، يعني بزاف د الرياضات كانوا بزاف د بنادم كيعرفني كنت كنعس تما. كتصعب؟ لا لا عمري تسول لا. كنت كنعرف بنادم يعني كيقدر يعاونني بحال هيدا، اما باش صراحه عمري خرجت من ديك. واخا منين كتعيش يوميا؟ خليني يوميا كنت كنشري، يعني كنت واحد يعني انا اصلا مريضه، يعني عندي في المعده ديالي مشكل، ما كناكلش بزاف، يعني ما داك اللي بزاف كيوقع لي بحال لي بحال اللي كنغيب على الوعي وكنبدا نتقيا. وكنت كنشري هيدا كيكون عندي 3 دراهم 4 دراهم كندوز بها النهار ديالي، وكنمشي كنبقى جالسه في واحد البلاصه ما كنتحركش مره صافي. وهاد الفوتو اللي تبارطاجا مع ديك خانا كنت كنعرف واحد العائله، وكانت هي اللي عرفتني عليه، وكانت قالت لي يلاه غنمشيو نتلاقاو فلان وفلان، ومشيت معاها. وديك الساعه فاش مشينا معها ديك الساعه فاش تصور ديك الفوتو، وكان عنده في التليفون ديالو، هو اللي سربو اول واحد، بقى كيعطيه لصحاب. محاوله انتحار هي صافي، شفت داكشي كيتداول بزاف، وبنادم بزاف كيهضر عليا، وكل واحد مين كيصرف السكرينات والتليفون كيصوني، وكل واحد كيقول لي شنو داكشي.
وصافي بحالي صافي ما بقيتش كنفكر شنو كنعمل. وضرب سيدي ديك الساعه صافي ما داني السبيطار وما وقع حتى شي حاجه. قاسيت يمكن ضحيه الناس بزاف، ضحيه العائله، باقا صغيره وما عارفاش شنو نعمل، خرجت للزنقه كان كنبكي حتى كنبكي في الاخر بكثره الهم، ما كنقدرش كنبقى نضحك بوحديتي. اخي بحاجه وقعت لي في الزنقه هي الحقره. حقره اه حقروا عليا بنات بزاف، شي بنات بزاف حقروا عليا. ندمت حتىش عطيت فرصه للناس في حياتي، ندمت حتىش هضرت مع واحد الشخص اللي ما كانش كيستحق ولا هضره صغيره مني. ندمانه حتىش خرجت نثقت في الناس، شي الناس اللي خانوني بزاف، اللي طعنوني في طهري، كيضحكوا لي ولكن مورا طهري كيوجدوا لي بزاف ديال الدقات. شافوني هي طحت وجدوا ديك الدقات فرقعوهم بحال اللي لقاوها الوقت المناسب. اصلا ما كاينش شي حاجه اسمها الثقه في هذا، يعني تقدر تثق راسك وما ديرش فيه الثقه. راه تجي واحد المره تخونك صحتك ما تثقش في تقول هذه صاحبتي وهذا هذا صاحبي. الدقات جاوني من كل النواحي. المهم الله يخليكم، اللي عنده شي فوتو ديالي ولا اللي كيتداول شي في فيديو ديالي يمسحوا، راه كامله اصلا كنغلطوا. وانا استغليت من طرف بزاف ديال الناس والنظره ديال الناس هي اللي خلاتني نبان خايبه. ويعني حتى شي واحد ما معصوم من الخطا، كامله كنخطئوا. انا عملت غلط وغادي نكون قدوه لبزاف ديال الناس اللي ما يعملوش الغلط، هما بزاف ديال البنات غادي يكون قدوه ديالهم اللي ما يثقوش في اي واحد. دابا اصلا انا ما بغيتش الشوه، ومن الاول ما كانش خاصني الشوه حيت انا ما كنتش باغا نوصل لهاد المرحله هادي. كان خاصني تبقى الصوره ديالي مزيانه وما كانش خاصني تداولوا هاد التصاور كاملين. دابا اللي عنده شي فوتو يمسحو. وش نطلب السماحه منين؟ نطلب السماحه من ماما. شنو تقول لماما لو كانت عايشه؟ بغيت نقول لها سمحي لي حيت ما كانش خاصني نوصلوا هذا الشيء كامل. هي كانت تكون مفتخره بيا وكنت مزيانه دابا وكنت عايشه مرتاحه، ما كانش تكون مفتخره بيا وكان بنادم كيهضر عليا بالخايب. هي عارفه هادشي كامل قبل ما هي عارفه هادشي، عارفه بلي فطوات كانوا تداولوا حيت انا كنت كنعاود لها كلشي، يعني ما كنخبي عليها حتى شي حاجه. لا قبل ما تموت كان عندك كونتاكت معها؟ هضرت معها شي ثلاثه المرات. اخر مره هضرنا نهار العيد، كانت قالت لي الله يرضى عليك كنا هضرنا بركنا العيد وقالت لي الله يرضى عليك وصافي. يعني ما عندها شي تليفون كيحيدو ولا كتهضرات معايا، فقط بالتليفون ديال بنت حبيبه. يعني فقط امك اللي كتسكت تقول لها اسمحي لي. اه فقط ماما صافي، ما كنطلبها من حتى شي واحد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.